اهلا بكم. في هاشتاج ولو ان انا ما بحبش الهاشتاجات بس ماشي. سالوا الناس خسيت عشان حلو جميل. فسمعت حاجات هي طبعا مش يعني مش مفاجاه لينا ولا شيء غريب، بس لازم برضو نعيش دماغ الناس شويه. فخسيت عشان ايه؟ في ناس قالت لك السبب الاول ارضاء الحبيب. تمام، ارضاء الحبيب حقك يا باشا او حقك يا فندم. طبعا الحاجه الثانيه المهمه جدا التنمر، او اسباب تانية كتير، صحه، في ناس ما بتعرفش تنام، في ناس بقى المساله وصلت لضغط وسكر ومشاكل صحيه خطيره جدا، ناس على وشك يجيلها فشل كلوي، ناس على وشك يجيلها فشل قلبي، جراحات سمنه يا جماعه بتنقذ ناس كتير جدا جدا. تعالوا النهارده نقرب ونفهم اكتر كتير عن جراحات السمنة مع ضيف العزيز، مبدع من طراز خاص، وطبعا بيمتعني باسلوبه العلمي الراقي جدا وفي نفس الوقت الموسوعي في الشرح. يعني فعلا بستمتع لانه ما بيسيبش طرف من الحديث الا ما بيروح يدرسه ويشرحه لنا بشكل راقي للغايه. ضيف العزيز واحد من ميك ستارز عالم جراحات السمنه الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت يا فندم، شرف كبير. اهلا وسهلا. يعني سعاده بان انا التقي بيك في حوار ممتع للغايه. هنبدا بكلمة مهمة، انه جراحة السمنة الراجل جاي مش جاي بس بالسمنة، ده هو جاي بمشاكل تانية. فدايما عندكم مشكلة اسمها الجراحات المصاحبة، تعبير دقيق ولا يعني نقدر نقول مشاكل مصاحبة لانها بتبقى جراحات؟ في البداية تحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة المفرطة من الحاجات اللي هي يعني اللي طبعا ما بتجيش لوحدها، بتجي بمشاكل صحيه مصاحبه كثيره جدا، ومن ضمنها يمكن اشهرها السكر والضغط ومشاكل الدهون المتراكمه بصوره مرضيه في الدم ومشاكل التنفس. ويمكن حضرتك يمكن قلت في المقدمه انه في مشاكل اجتماعيه كثيره، يمكن مش حاجات مرضيه، يمكن السن الصغير اللي هو تحت ال 20 سنه او تحت حتى ال 30 سنه او ما قبل الزواج ما بيهتموش. هو لو عنده سكر هو مش مهتم بيه قد ما مهتم انه عايز يلبس كويس، يتحرك كويس، عايز يمارس حياته الاجتماعيه بصوره يعني كما يجب ان تكون. يعني في امراض مصاحبه للسمنه المفرطه لا تتعلق بالسمنه المفرطه بشكل مباشر، يعني زي المراره، حصوات مراره، يعني دي حاجه يعني مش مرتبطه بالسمنه المفرطه بشكل مرضي، يعني السمنه هي ليست، ويمكن هي اشهر الحاجات دي، ويمكن خلينا نقولها هي بصوره طبعا قد تكون غير مباشره لكن هي سبب. يمكن احنا يمكن معروف الاربعه اف بتوع زمان اللي هم بتوع المراره، الفات الفرتاعي اللي هو العيان السمين، هو ده كان دايما اشهر الناس اللي بيجي لها حصوات في المراره. طبعا برضو كمان المرتبط بالسمنه برضو اللي هو الحموضه بتاعت المعده اللي هي دايما تيجي بصوره مكثفه، ودايما بيكون جزء منها السمنه المفرطه. ما طبعا دي مرتبطه ارتباط مباشر. وفي حاجات ثانويه طبعا بتحصل سيكندري للسمنه المفرطه زي مشاكل المفاصل، وزي مشاكل الغضروف بتاع الظهر، وزي مشاكل اللي هي العظام بصفه عامه. وتلاقيه بيقول لك انا يعني خصوصا في السن الكبير انا عايز اغير مفصل، وعنده مشكلتين. المشكله الاولى ان هو مش قادر يحسن كفاءه المفصل على الوزن ده. النمره الثانيه هو لو غير مفصل على وزن 140 كيلو، طب هو مين المفصل او فين المفصل اللي هو يتحمل الوزن الكبير ده؟ عندنا مشاكل قد تكون متعلقه بالانجاب، يعني في البنات اللي هم، انا يمكن ليا صديقه واستشاري استاذ نسا زميل، هو عن مقتنع تماما انه مش عايز يعمل اي حاجه تساعد الانجاب في مريض السمنه المفرطه. هو عايز ينزل وزنهم لانه بيقول لي ده بيساعدني كتير جدا وبوفر عليا مجهود علاجي كبير جدا في ان انا بس انزل وزن. الاتزان الهرموني بيعود مره اخرى، الرحم المبيض بيشتغل بكفاءه اعلى من الطبيعي عندما يكون تخلصنا من السمنه، ولو حتى ابتدى يدي علاج بيكون تاثيره اكتر واسرع وافيد بالنسبه للمريض. ويمكن كم كبير جدا بيقول لي عليه انه لما العين بيخس، يعني الست اللي هي المتاخره عن الانجاب
الوزن لما بينزل بتلاقي احيانا الستات تنجب من غير اي تنجب من غير اي علاج يعني ما يحتاجش. النمره الثالثه انه مشاكل زي السكر هي يعني يمكن 80% من الناس اللي هم المصابين بالسكر من النوع الثاني سببهم سمنه المفرطه ده مناعه انسولين يمكن. فطبعا احنا انقاص الوزن هو علاج للسمنه وعلاج للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. طيب احنا بقى بنعالج الحاجات اللي بتتعالج مع السمنه بانقاص الوزن طبيعتها اصلا بتتعالج زي دهون الكبد ما هتنزل يعني. فين العلاج اللي بيعالج مرضى تدهون الكبد من غير انقاص الوزن؟ ادي ليفر سبورت كما تحب، وادي فيتامين اي، وادي ليفر يعني اي علاجات من غير انقاص الوزن في مرضى السمنه المفرطه لم يكن هناك اي علاج لتدهون الكبد. الحوار معك ممتع دائما، لكن خلينا نسيب الناس مع تقرير من داخل زي ما بقول ايه غرفه العمليه وداخل مسرح العمليات. الحوار دائما من مسرح العمليات، مسرح الحدث، حدث معالجه مريض سمنه يا جماعه ده حدث مهم جدا بكل السيتويشن بتاعته، بمشاكله التخديريه، بمشاكله المصاحبه. النهارده اهتمينا بمشاكله الجراحيه الاخرى، من ارتجاع مريض، من فتح الحجاب الحاجز، من وجود مراره. لا ياتي مريض السمنه في معظم الاحوال زي ما بيقولوا بمشكله واحده، والمصائب في السمنه لا تاتي فرادى ولكن تاتي كالطيور في جماعات. الجراح الشاطر هو اللي يعرف يتعامل مع هذه المشكلات اما بالاستبعاد او بتقديم الاهم فالمهم. ضيفي العزيز الذي يبدع دائما في حواره الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت كالعاده. شكرا. الناس الحلوه. شكرا. خليكم دايما على سلامه. وزني 135 كيلو، وبعاني من مشاكل صحيه بسبب زياده وزني. وبصراحة بقى لي فترة طويلة بتابع الدكاترة عشان يعني نويت ان انا اعمل عملية للتكميم او تحويل مسار حسب اللي ينصحني بيه الدكتور. اشتكيت له من بعض مشاكل عندي مؤثرة معايا في عندي تقريبا ارتجاع او حاجة زي كده، والدكتور طلب مني بعض الفحوصات والمناظير عملتها، واكتشفت ان انا عندي حصوات مرارية مع فتق بالحجاب الحاجز. وبصراحة الموضوع كان بالنسبة لي كنت بقرر ان انا الغي موضوع العملية يعني تخوف يعني. كلمت الدكتور ورحت له، والراجل بصراحة كانت مقابلته مريحة جدا بالنسبة لي، هون عليا ده كله، قال لي كل الامور دي بسيطة وان شاء الله نعمل العملية كلها في وقت واحد. يعني مهما اقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخدتها من العملية. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عملية تكميم معده وعملية المرارة، وكان عندي مشكلة في الارتجاع، والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكة للمنطقة المريء واللي هي عملية الارتجاع دي. فطبعا أنا كنت في الأول متخوف من موضوع أن أنا أعمل أجري أكتر من عملية، والدكتور هون علي الموضوع أنه قال لي يعني دي هتبقى عملية واحدة يعني نفس نسبة الشفاء هتبقى واحدة. وفعلا أنا تقريبا دخلت العملية الساعة 12 بالليل، انا الساعه 4 بالظبط كنت بغادر المستشفى تاني يوم. يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. اول نقطه، ودي للامانه انا ما اخدتش دواء السكر من بعد العمليه بيوم، الى الان انا الحمد لله ما اخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال 8 شهور او يمكن اقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود ال 50 كيلو. طبعا انا عندي راحه دلوقتي في اكتر من حاجه، اولا في اللبس، في النوم، في المعيشه عموما. انا شخص ثاني غير اللي كان داخل العمليه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. مهما اشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك.